خلينا نتكلم على سيف ذا وورلد. سيف ذا وورلد ديت اكستنشن لطيف جدا 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 من فورتنايت. بكل بساطة طبعا الناس كلها فاهمة يعني ايه باتل رويال وعارفة يعني ايه باتل رويال، لان دي الحاجة المشهورة جدا لفورتنايت. ان بكل بساطة انت بتلاعب ناس بشكل اونلاين مالتي بلاير، وفيها كذا ستايل وكذا جيم مود وكذا جيم بلاي، هنتكلم عليها بعد كده مع بعضينا برضو عشان ندي شوية تيبس اند تريكس اند سو اون. فخلينا نتكلم بس الاول على موضوع سيف ذا وورلد. سيف ذا وورلد ديت اكستنشن بتشتريه من الستور بتاع سوني او من جوه اللعبه، ودي كانت حاجه جديده حطوها. كان الاول لازم تشتريها بس من الستور، لكن دلوقتي من جوه حتى اللعبه ممكن تشتريها. بكل بساطه تمنها الايام دي بقى لذيذ. كانت الاول بتتباع سيف ذا وورلد بس لوحدها، لكن بعد كده دلوقتي عاملينها مع اكسكلوسيف سكين، وعاملين كمان حاجه لذيذه جدا 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 ان معاها تقدر تاخد 1000 في بوكس مع الاوفر اللي موجود حاليا، ودي حاجه لطيفه جدا جدا. وتاخد ال1000 في بوكس ده عن طريق ميشنز معينه بتعملها جوه سيف ذا وورلد لما بتخلصها، وميشنز اتشيفبل جدا، سهله جدا ان انت تعملها، مش بيعملوا حاجه معقده عشان ايه عشان تحصل على الايه الفي بوكس بصعوبه، لا خالص بالعكس تماما. هو ديلي كويست، اربعه ميلي ديلي كويستس جالك النهارده. ديلي كويست الاولاني لو عملته بتاخد 100 في بوكس، تاني يوم بتاخد 200، تالت يوم بتاخد 300، رابع يوم بتاخد 400، لو جمعت دول هتلاقيهم 1000. زائد اللعبه بالكامل هي توتالي ديفرنت جيم، ومش بتلاقي فيها ناس حقيقيين، بتلعب بيها الـ AI او الـ Artificial Intelligence، او زي ما بنقول بشكل بيزك بتلعب فيها الكمبيوتر، مش بتلعب فيها بني ادمين حقيقيين. وهي ستوري بيزد، يعني في زي قصة العالم والدنيا وزومبيز، وانت بتحافظ اللي هو القصة الطبيعية ديت، هتعرفوها طبعا لما تبدأ اللعبة. احنا الهدف الاساسي من الشانل ديت ان احنا نعرفك شوية tips and tricks تاخد بالك منها عشان تسهل لك اللعب، وفي نفس الوقت تتأثر عليك الوقت ان انت تتعلم بسرعة وتبقى فاهم اللي مطلوب منك تعمله عشان توصل اللي انت عايزه بأسرع وقت ممكن. ممتاز. طيب نفترض ان انت اشتريت اللعبة وسهل جدا تشتريها. طبعا هي رينج اللعبة في حدود تقريبا ال $16، بتبقى انكلودنج اللعبة زائد الالف في بوكس اللي هتاخدهم لما تعمل الكويستس اللي جوه سيف ذا وورلد، زائد اكسكلوسيف سكين كامل، سكين بالجلايدر بكل حاجته، وساعات كمان بيبقى ليه شكلين كمان، فانت بتاخد سيت كامله للسكين ده، والسكين ده اكسكلوسيف بس للي هياخد سيف ذا وورلد، وتقدر تستخدمه في باتل رويال، وده الجود نيوز يعني. اول ما بتشتريها بيبقى عندك اوتوماتيكلي تقدر تخش الجزء اللي على الشمال دوت، زي ما انتم شايفين طبعا قدامكم ان انت اول ما تفتح اللعبه بيبقى عندك الثلاثه اوبشنز دول. لو انت ما اشتريتش اللعبه ودخلت على السيف ذا وورلد ودوست عليها هيقول لك ما ينفعش، لازم ترديم الكود او تشتري اللعبه، لكن انت لو اشتريتها مجرد بس ما بتدوس بلاي بيحصل اللودنج والكونكتنج، واوتوماتيكلي بتروح فاتحه اللعبه. زي ما انتم شايفين الصوره واضحه ان انت زي ما قلت لكم بتحاربوا زومبيز وبتاع، وطبعا اشكال كتيره جدا من الزومبيز، وهي لعبه لطيفه جدا 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 جدا. الجميل فيها ان انت مش بتحارب زي ما قلنا ناس حقيقيين، ولكن بتقدر تلعب مع ناس، فاصحابك اللي موجودين اوريدي عندك على الفريند ليست تقدر تضيفهم، بس طبعا لازم يكون هم عندهم سيف ذا وورلد، تقدروا تلعبوا مع بعضيكوا از تيم ضد خلينا نسميها الكمبيوتر عشان نسهل على الناس بدل ما نقول ارتفيشال انتليجنس. في الميشنز بتاعتك تقدر انت لو انت الليدر بتاع السيشن او بتاع البارتي ليدر، تقدر انت هم يلعبوا في الميشنز بتاعتك، ولو انت حد منهم مثلا عايز يبقى هو البارتي ليدر عشان عايز مساعدتك في ميشن تانية بتروح انت معاه في الميشنز بتاعته وتساعدوا بعضيكوا. تمام، ممتاز جدا جدا جدا. طيب تعالوا بقى نشرح ايه موضوع التابس اللي قدامنا ديت اللي ظهرت قدامنا ديت كلها، ناخد كل تاب لوحده في فيديو لوحده عشان ما نطولش عليكم.